بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في المحاضرة الأولى من شابتر واحد بعنوان الجبر الخطي للمهندسين. طيب، أول حاجة رح نتكلم على السيستمز أوف لينير إكويجن، أنظمة المعادلات الخطية. أول شيء خلينا نتكلم على اللينير إكويجن، إيش يعني معادلة خطية؟ إحنا عندنا أنواع من المعادلات، معادلة من الدرجة الأولى، معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثالثة، وهكذا بناء على الأس. فلو كان عندي مثلا معادلة على الشكل التالي: A1 مضروبة في X1 زائدة B1، أو نقول مثلا A2 مضروبة في X2 زائدا A3 في X3 لب 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 يساوي something. أوكي، الآن الـ A1 والـ A2 والـ A3 هذه ثوابت constant أرقام، الـ X1 و X2 و X3 هذه هي تمام الـ variables المتغيرات، زي X و Y اللي في الرياضيات نفسها. طيب كيف أقول على هذه المعادلة وأطلق عليها أنها معادلة linear؟ linear معناتها خطي، معنى خطي أي أن المعادلة من الدرجة الأولى. معنى أن المعادلة من الدرجة الأولى معناتها أن أكبر أو أعلى أس في المعادلة هو واحد. إذن بكل بساطة المعادلة الخطية اللينير إكويجن هي معادلة تحتوي على ثوابت ومتغيرات، علما بأن أكبر أس في هذه الفاريبولز المتغيرات أس واحد. اوكي، طيب خلاص تكلمنا عليها، والديجري هي على اس في الاح وما على الشكل التالي، هذا يساوي بي، يعني البي هذا برضو ايش عدد. الاي واحد والاي اتنين واي ان هذه هي كوفيشنت، معاملات تسمى معاملات، وهي ريال نمبرز يعني ارقام، ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة حسب ما يجيني في السؤال. X1 و X2 X3 X4 إلى ما نهاية هذه variables، والB هو scalar، B عدد برضو ثابت. أوكي، طيب الآن هل كل معادلة على الشكل هذا على طول أنا أقول إنها معادلة خطية ولا في شروط؟ تمام، طيب في شروط بسيطة، تعال نأخذ الأمثلة ونفرق بين اللينير إكويجن والنون لينير إكويجنز. هنا في اليسار أعطاني أمثلة على المعادلات الخطية، وفي اليمين على المعادلات التي لا تعتبر خطية، نون لينير إكويجن. لينير معناتها خطي، نون لينير معناتها غير خطي. نجي في المثال الأول، المعادلة هذه 5 x زائد 7 y تساوي 8. أوكي، رح نشوف هل هي على الشكل المعادلة الخطية اللي هي a 1 x 1 زائد a 2 x 2 لب 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 يساوي something عدد. نيجي الآن نشوف، طبعا مو شرط x 1، ممكن x y و z، هذه المتغيرات المجاهيل. 5x والله نشيك على كل حدود الايش المعادلة. 5x هذا 5 هو رقم مضروب في متغير x، وحيث ان x هذا اس واحد مضبوط الحد الاول ما فيه مشاكل. نجي الحد الثاني 7y رقم مضروب في متغير ومتغير هذا اس واحد ما فيه له مشاكل، تمام، يساوي عدد. اذا هذه معادلة خطية واضحة وصريحة. الفقرة الثانية، جذر 2 مضروب في x. اوكي، جذر 2 مضروب في x، نجي نشيك كده برضو نشوف هل نطبق عليه شروط ولا لا. هذا العدد قلنا العدد ممكن يكون موجب سالب جذر، اهم شيء عدد مضروب في متغير. لاحظوا معايا هذا عدد مضروب في متغير والمتغير اس واحد، نعم الحد الاول لينير، زايد او ناقص ما في شيء، y اس واحد، واحد يجي يقول مصعب جنب الواي ما في شيء، معناته كان هنا في رقم واحد ما يكتب الواحد. اذا الترم الثاني أيضا لينير، ناقص 8 زد الرقم هذا مضروب في متغير أس واحد،
إذن الطرف اليسار كله لينير، الطرف اليمين عدد، إذن هذه المعادلة خطية، انطبقت عليها كل شروط المعادلة الخطية. المثال اللي بعده برضو نص في إكس واحد عدد مضروب في إكس، لا أحد يقول لي هذا أس، هذا إكس واحد فقط، أوكي؟ يعني هنا الأس واحد، إذن هذا لينير. هنا سالب اثنين إكس اثنين، نعم لينير، زائد باي، الباي عدد مضروب في إكس ثلاثة، نعم كلها عدد مضروب في متغير، حيث أن المتغير هنا أس واحد. اليمين عدد، إذن هذا لينير إكويجنز، معادلة خطية. طيب نجي الآن لأمثلة ليست معادلات خطية، نطالع في المثال الأول. المثال الأول قال لي إكس واي، واحد يقول المصعب طيب وهو الإكس أس واحد الواي أس واحد، من شروط المعادلة الخطية تمام أن المتغيرات، إيش يعني المتغيرات؟ اللي هي مثلا إكس واي زد ليست مضروبة أو مقسومة، هذا شرط جدا مهم. إذا كانت عندي المتغيرات الإكسات المجاهيل يعني مضروبة أو مقسومة، على طول تصير ليست معادلة خطية. ما حتى لو كان أسها واحد، نعم حتى لو كان أسها واحد، لاحظوا معايا إكس ضرب واي، هنا أوكي الإكس أس واحد الواي أس واحد، لكن مضروبين في بعض فليست معادلة خطية، خلاص انتهى. لاحظوا هنا في المعادلة الثانية واضح هنا الإكس أس اثنين ليس أس واحد، فهذه واضح ليش ليست معادلة خطية، لأن هنا الأس اثنين. طيب هنا جذر إكس، جذر الإكس عبارة عن إكس أس نص، صح؟ في علاقة بين الجذور والأسس، نص ليس واحد فليست معادلة خطية. طيب هنا الطرف اليسار واي أس واحد، واحد يجيني يقول لي طيب مصعب هنا عندك واحد على إكس، المقام الإكس أس واحد، انتبه واحد على إكس أقدر أكتبه على إكس أس سالب واحد، أرفع المقام البسط، ها شوفوا الأس سالب واحد ليس واحد، ليست معادلة خطية، واضح؟ هذه كلها أمثلة على إيش؟ ليست معادلة خطية. إذن ممنوع الضرب والقسمة في المعادلات الخطية، فقط أس واحد الضرب المتغيرات يعني. طيب يجيك سؤال في الاختبار يقول لك صنف لي هل هذه معادلة خطية ولا صح وخطأ، أو اختر الإجابة الصحيحة. طيب ما هي معادلة؟ طيب نقدر نحلها، ما معنى حل المعادلة الآن؟ معناتها إيجاد قيم المجاهيل، مثلا نجيب لقيمة الإكس والواي والزد، أو قيمة إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاثة، تمام؟ حل المعادلة أن أوجد قيم الفاريبلز. مثال مثلا جبت لو أقل لك قيمة الإكس تساوي ثلاثة، واي تساوي أربعة، زد تساوي سالب خمسة المطلوب، وأعطاك هذه المعادلة، فإيش تسوي؟ تجي تعوض هنا في المعادلة على إكس بثلاثة ناقص الأربعة قيمة الواي، أربعة ناقص ستة قيمة الزد سالب خمسة، وأشوف هل هذا الكلام يساوي 17؟ يلا ثلاثة سالب أربعة ضرب أربعة يعطيك كم؟ 16، سالب ستة ناقص خمسة سالب في سالب يعطيك موجب، ستة في خمسة 30، سالب 16 زائد 3 يعطيك كم؟ اوكي لو نجي لو تجي بالآلة بيدك كلها بسيطة ما فيها شيء، معادلة عادية لما تجي تحلها 3 ناقص 16 زائد 30 حط معك الجواب يساوي 17. اذا هذه القيم هي الصحيحة لما نعوض بها في المعادلة هذه تحقق لي ايش؟ الطرف اليمين. فقيمة الاكس والواي والزد هذه هي تسمى سوليوشن لهذه المعادلة. طيب الآن هل ممكن نجيني أكثر من معادلة واحدة؟ نعم، مثلا أعطيك معادلة رقم واحد، معادلة رقم اثنين، معادلة رقم ثلاثة، كلها خطية. فإذا كان عندي أكثر من معادلة واحدة فهذا يسمى سيستم إكويجن، نظام خطي، نظام يتكون من عدة معادلات. اوكي هذا معنى سيستم اوف اكويجن بابسط صوره. انا بديك الكلام سيستم اوف اكويجن معناته هو نظام المعادلات الخطيه، مجموعه من معادله واحده او اكثر. اذا معادله واحده معادله واحده، اذا معادلتين يدخل في السيستم. اوكي مثال شوف هنا مثلا هذه معادله وهذه معادله،
عندي معادلتين تمام، فهذا يسمى system of equation. اوكي طيب، حل السيستم هذا هو اني اوجد قيم زيه، حل زي حل المعادلة المنفردة السنجل، بمعنى انا باوجد قيمة ايش المجاهيل، لما اجيب قيمة المجاهيل واعوض بها في احدى المعادلتين تحقق لي الطرف اليسار وساوي الطرف اليمين، واضح؟ فهنا بيقول لك الحل الحلول للنظام الخطي عادة نكتب على شكل order tuples، زوج مرتب، يعني مثلا جبت قيمة ال x فاصلة قيمة ال y فاصلة قيمة ال z بس، واضح؟ طيب مثال، يقول لك أنا عندي النظام الخطي هذا، كيف عرفت أن النظام خطي؟ عندي ثلاثة معادلات، طيب معادلة رقم واحد، معادلة رقم اثنين، أنت على طول رقم المعادلات حتى لو ما أعطاك إياها. السؤال هنا يقول لك هل قيمة الـ X والـ Y والـ Z هذه، طبعا الـ X هذه قيمتها اثنين الأول مع الأول، والـ Y تساوي واحد والـ Z تساوي واحد، هل لو أنا أخذت القيم هذه أعوض بها في المعادلات هي تمثل حل للنظام؟ بكل بساطة أجي أعوض مثلا في المعادلة رقم واحد، نجي هنا وأعوض بقيمة الـ X ثلاثة ضرب اثنين زائدا اثنين ضرب قيمة الواي اللي هي اثنين ناقصا قيمة الزد بواحد، أشوف ثلاثة في اثنين ستة زائدا اثنين في اثنين أربعة، أوكي ثلاثة في اثنين بستة زائدا اثنين، هنا سوري الواي بواحد أيضا، اثنين في واحد باثنين ناقص واحد، ستة زائد اثنين ثمانية ناقص واحد أوكي يساوي سبعة. إذن المعادلة الأولى نعم إيش حققت المطلوب. أجي في المعادلة الثانية بنفس الطريقة، أربعة في خلاص مباشرة، أربعة في اثنين ثمانية زائدا هنا أربعة في اثنين ثمانية زائدا تسعة في، تمام؟ لو نجي نشوف نشيك على المعادلة الثانية، يلا أربعة الإكس باثنين أربعة في اثنين زائدا تسعة في واحد، كم الكلام ده يساوي أربعة في اثنين ثمانية زائدا تسعة، أوكي ثمانية زائدا تسعة يساوي سبعة عشر، هل السبعة عشر يساوي الاثنين؟ لا يساوي الاثنين، إذن لا يمثل حل المعادلة، أوكي خلاص ما أكمل عشان أتأكد إنه المعادلة هذه حلها يعني قيمة الـ X والـ Y والـ Z صحيح، لازم لما نعوض في كل النظام الخطي، بمعنى في كل المعادلات، المعادلة الأولى، المعادلة الثانية، المعادلة الثالثة، لازم يطلع الجواب هذا للسفل لليمين. إذا مثلا طلعت عندي مثلا خمسة معادلات، أربع معادلات صحيحة ومعادلة واحدة خاطئة، إذا هذا لا يمثل حل النظام، أوكي؟ خلاص شوفوها. طيب هل في طرق لحل المعادلة الخطية؟ نعم، عندنا أول شيء الطريقة الأولى تسمى الدايركت ميثود، هيركزوا معي موضوع بسيط، دايركت ميثود. الدايركت ميثود هذا في عندي طريقتين للحل، الطريقة الأولى طريقة السبستيتيوشن، طريقة اسمها بالتعويض، الطريقة الثانية تسمى الإليمينيشن، طريقة الحذف، اوكي السبستيتيوشن والاليمينيشن، راح ناخذ على هذا مثال وهذا مثال، كلاهما يعطيني نفس الحل في الاختبار، اذا قال لك سولف ذا سيستم اوف ايكويشن وذ اني دايركت ميثود، حل بالطريقه اللي تعجبك بالطريقه السهله اللي تشوفها مناسبه لك، كلاهما يعطيني نفس الحل، بمعنى لو عندي نظام خطي تمام وقال لك حلها باي طريقه تبغاها سواء بالتعويض او الحذف او في الطرق اللي حناخدها في ايش ان شاء الله في 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 الفيديوهات القادمه كله صح. مثال قال لي solve the system of linear equation using direct method، ما قال لك هل هو بالسبستيتيوشن ولا elimination، خلينا نحلها بايش بالطريقتين، طريقه التعويض هيحط المحضر، طريقه التعويض بكل بساطه انه انا
اكتب انا عندي مثلا مجهولين اكس وواي صح، معادلتين فيها مجهولين، اكتب واحدة بدلالات الثانية، بعدين اطلع قيمة مثلا الاكس او قيمة الواي واجي اطلع قيمة واحدة منهم، ثم اجي اعوض ايش في الثانية اطلع قيمة ايش المجهول الثاني. ناخذ مثال، شوفوا عندي هنا اكس زائد واي هذه معادلة رقم واحد، واكس ناقص اثنين واي يساوي سبعة هذا رقم اثنين. طيب قال مثلا لو بحلها بطريقة التعويض، الان لاحظوا معايا طريقة التعويض، انا اجي اكتب المعادلة كل المعادلة ايش، لاحظوا معايا اخذ المعادلة الاولى حلو او الثانية بكيفي حلو، اخلي مثلا اخلي اجيب قيمة للواي من المعادلات، فمثلا من المعادلة الاولى from one خلي الواي في طرف y يساوي ودي الاكس هناك، صار عندك سالب 2 ناقص x. هذا بستخدم طريقة السبستيتيوشن. طيب بعدين ايش استفيد يا مصعب؟ الخطوة التالية، الان مو كتبت هذه المعادلة، مو هذه قيمة y، اذا انا اجي لاحظوا معايا اجي في المعادلة الثانية بعدين نقول substitute y انتو بالتعويض في قيمة الواي هذه باللون الأخضر في معادلة رقم اثنين، شو يصير؟ اكس ناقص اوكي لاحظ معانا بعوض هنا اثنين افتح قوس قيمة الواي اللي هي كم عادلة طلعت عندي سالب اثنين ناقص اكس، سالب اثنين ناقص اكس الكلام هذا يساوي سبعة. ايش معنى الكلام هذا يا مصعب؟ معنى هذا الكلام في طريقة التعويض انه اخلي المعادلة كلها بدلالة مجهول واحد، اجيب قيمة المجهول هذا ثم اقدر اجيب قيمة المجهول الثاني. حلو، انا ابسط، لاحظوا معي اكس سالب اثنين ضرب سالب اثنين يعطيك موجب اربعة، سالب اثنين ضرب سالب اكس يعطيك موجب اثنين اكس يساوي سبعة. حلو، اجمع اكس زائد اثنين يعطيك ثلاثة اكس، واقدر اودي الاربعة هناك صار عندك سبعة، وعندك هنا اربعة تصير سالب اربعة، عندك ثلاثة اكس تساوي سبعة ناقص اربعة ثلاثة، اذا قيمة الاكس تساوي ثلاثة على ثلاثة قيمة الاكس تساوي واحد. حلو، اذا الخطوة اللي بعدها انا موجب قيمة الاكس باقي قيمة الواي، اجي اعوض في اي معادلة، تبي تعوض في المعادلة رقم واحد معادلة رقم اثنان خلاص اطلع معاك، مثلا نقول ايش substitute x equal 1 in equation 1 حيطلع معاك هذه المعادلة. شوفوا هنا x هي المعادلة عندك x زائدا y تساوي سالب 2. طيب اذا انا قيمة x طلعتها بواحد، يصير عندك واحدا زائدا y يساوي سالب 2، اذا اودي الواحد هناك صار عندك y تساوي سالب 2 ناقص واحد، اذا الواي تساوي سالب 3، اذا اجي ابرز قيمة الاكس وابرز قيمة الواي، اذا الحال اكتبه على شكل زوج مرتب، قيمة الاكس اول شيء واحد والواي سالب 3. واضح؟ اعيد خطوات الحل، اول شيء اكتب واحدة بدلالة الثانية طريقة السبستيتيوشن هذه، يعني اخذ اما معادلة واحدة او اثنين واخلي اكس في طرف او واي في طرف عادي، بعدين حيطلع عندي معادلة هذه هي اخذها واعوض بها في المعادلة تمام اللي تبغاها في واحدة مثلا اثنين. حلو، يطلع لي قيمة اكس، اخذ قيمة اكس هذه اعوض بها في احدى المعادلات اجيب قيمة الواي. واضح ان شاء الله؟ طيب هذه الطريقة. الطريقة الثانية طريقة الاليمينيشن، طريقة الحذف. طريقة الحذف اني احذف الاكس او الواي، اوكي. الطريقة الثانية نقول طريقة الاليمينيشن، خطوة رقم واحد ما هو معطيني النظام خطي معادلتين هذه اكس زائد واي يساوي سالب، اكتبهم تحت بعض، اكتب المعادلة الاولى والمعادلة الثانية اكس زائد واي يساوي سالب اثنين، فاجي هنا اقول اول شيء اكتب المعادلة الاولى اللي هي اكس زائدا واي يساوي سالب اثنين، واكتب المعادلة الثانية اكتبهم تحت بعض طريقة الاليمينيشن، اكس ناقص اثنين واي هذه المعادلة،
تساوي 7. x ناقص 2y تساوي 7. طيب طريقة الإليمينيشن أتوقع قد أخذتها، أحاول إيش أضرب إما المعادلة الأولى في عدد أو المعادلة الثانية في رقم عشان أحذف إما الـ X أو الـ Y. إذا حذفت الـ X أجيب قيمة الـ Y، إذا حذفت الـ Y طبيعي حاجب قيمة الـ X. بعدين أجي الرقم اللي يطلع سواء X أو Y يعوض في إحدى المعادلتين هذه وأجيب قيمة المجهولة الثانية. كيف؟ لاحظوا معايا، أحط خط. الآن لو أنا أبا أحذف الـ X إيش أسوي؟ حلو؟ مثلا لو بحذف الـ X أنا ممكن أضرب، لاحظوا معايا، ممكن أضرب المعادلة الأولى في سالب 1، صح؟ لأنه نقول أوكي لو ضربت، لاحظوا معايا، لو ضربت المعادلة الأولى في سالب 1 إيش حيصير؟ أوكي؟ خلينا نكتبها هنا، هيركزوا معايا، حيصير عندي X في سالب 1 في X يعطيك سالب X، أضرب المعادلة الأولى كاملة، يعني سالب 1 في موجب Y يعطيك إيش؟ سالباً Y، بعدين سالب 1 في سالب 2، سالب في سالب يعطيك إيش؟ موجب 2. المعادلة الثانية ما سويت فيها شيء، نزلها زي ما هي، X ناقص 2Y يساوي 7. واضح الآن هنا؟ طيب بعدين يا مصعب، بعدين أجمع بإشارة، حط خط أجمع بإشاراتهم. سالب إكس مع موجب إكس راحوا، صار صفر. سالب واحد وسالب اثنين للواي يعطيك كم؟ ناقصا 3 واي يساوي سالب، هنا طبعا نسينا هنا يساوي طبعا 2 زائدا 7، لاحظوا معي يعطيك كم؟ 9. أنا أجل قيمة الواي قسم على سالب 3، قسم على سالب 3، السالب مع السالب راح، واي يساوي موجب على سالب يعطيك سالب 9 على 3 يعطيك كم؟ سالب 3. الآن جبت قيمة الواي صح؟ أجي الآن أعوض في المعادلة رقم 1 و 2 اللي فوق هذه، فأجي أقول لك بالتعويض نقول سبتيتيوت واي إيكوال سالب 3 إيذر، إما أنت بكيفك 1 أور 2. لو أخذنا في المعادلة الأولى هذه إكس زائد واي سالب، قبل التعديل المعادلة هي إكس زائدا واي يساوي سالب 2، أنا عندي الواي سالب 3 فأقول إكس زائدا سالب 3 يساوي سالب 2، طبعا موجب مع سالب يصير سالب، منها الإكس ناقص 3 يساوي سالب 2، ودي الإكس هناك أو سالب 3 الإكس تساوي سالب 2 وزائدا 3 حيطلع معاك الإكس تساوي 1، إذن خلاص انتهى الحل. قيمة الـ X تساوي 1، قيمة الـ Y تساوي سالب 3، أكتب على شكل زوج مرتب، أول شيء الـ X بعدين الـ Y. واضح إن شاء الله خطوات الحل؟ في الكتاب أول شيء جاب قيمة الـ Y، وبعدين جاب قيمة الـ X، بعدين جاب قيمة الـ Y، كله صح. أوكي؟ واضح إن شاء الله هنا؟ فأنت لا تحفظ، افهم. بس هذه طريقة حل هذا النظام الخطي. طيب أوريكم مثلا حل الكتاب، كله صح. إيش سوى؟ ها نمشي واحدة واحدة خطوات الحل. أول شيء جاء قال لك أنا إذا ضربت المعادلة الأولى في 2 صار عندك 2x زائد 2y، تضرب كل الطرفين صار عندك سالب 4، لما نجمع 2x زائد x 3x موجب 2y راح ناقص 2y، 7 ناقص 4 3 منها جاب قيمة x. بعدين أوكي جاء أخذ قيمة x هذه عوض بها إما في المعادلة الأولى أو الثانية، هذا جاب قيمة الواي بس. واضح إن شاء الله؟ كل الطرق تؤدي إلى روما. طيب نيجي الآن لطرق حل الإيش؟ السيستم أوف لينير إيكويجن، طرق حل الأنظمة المعادلات الخطية. حلينا الطريقة الأولى، قلنا الدايركت ميثود فيها نوعين اللي هو التعويض والإليمينيشن، خلاص حلناها. في طريقة ثانية بواسطة الرسم الجرافينج. طيب يقول لك الأنظمة النظام الخطي
إذا كان المعادلة الخطية لو عندي two variables، ش يعني two variables؟ يعني مثلا عندي x و y، أو x واحد x اثنين، أو a واحد a اثنين. الرموز مش مهمة، أو sorry x و y، يعني x واحد و x اثنين. طيب أقول لك، إذا أنا عندي معادلة خطية مع ذات متغيرين، هذه تمثل خط مستقيم straight line، تمام. وإذا كان عندي المعادلة الخطية تحتوي على ثلاث متغيرات مثلا x و y و z، هذه تمثل بلين مستوى. هذه معلومة، أوكي. شوفوا هذه two variables، هذا الخط المستقيم straight line، وهذا البلين مستوى إحداث، يعني 2D أو 3D، واضح؟ طيب لما أنا أرسم معادلتين خطية مع 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 متغيرين، حارسمها في معادلة x و y، حيكون في علاقة بيناتهم، حلو؟ لاحظوا كل سهم معناته عندي مثلا معادلة. السهم الأول مو هو خط مستقيم، معادلة خطية، فهذا يمثل معادلة رقم واحد، هذه معادلة رقم اثنين. أو مو مهم الترتيب، أهم شيء عندي معادلتين. معادلتين يعني عندي two lines، معادلتين خطية. أصلا المعادلة الخطية دائما تمثيلها على محور x و y تكون على شكل خط، مثلا هذا الخط الأزرق. فهذه المعادلة لها هذا الخط المستقيم له معادلة خطية، واضح؟ طيب فأنا عندي أشكال من حسب الشكل اللي يجيني في الرسم، أنا أقدر أحدد لك هل هذا له حل واحد أو حلين أو عدد لا نهاية من الحلول. طيب إذا جاء عندي أوكي معادلتين خطية، أوكي، بمعنى آخر خطان مستقيمان، كل واحد متعامد على الآخر، بمعنى كل واحد يقطع الآخر، أوكي، في نقطة، أوكي. لاحظوا معايا وين قطع المستقيم الأول، أين قطع المستقيم الثاني؟ في نقطة واحدة، هذه اللي نحط عليه بلون أحمر. هل في نقطة أخرى تقاطع فيها هذان المستقيمان؟ الجواب لا. إذا شفت رسمة فيها مستقيمين قاطعوا بعض في نقطة واحدة فقط، معنى هذا الكلام إنه تمام. خلينا نشوف هذه معناتها قطعة في نقطة واحدة. مثلا شوفوا هذه المعادلة. طيب نجي مثلا في الشكل الثاني، برضو أنا أعيد وأكرر، مو معنى إنه مثلا يكون عندي خط واحد مستقيم إنه النظام الخطي إيش ماله إلا إيش معادلة، ممكن يكون معادلتين. أخطأت أنا فوق. طيب هنا لاحظوا معايا، هذا المستقيم خط المستقيم، هل في مستقيم آخر قطعه؟ لا. بمعنى آخر، أي نقطة على هذا الخط المستقيم تمثل إيش؟ تمام؟ حل. فهذا يسمى عدد لا نهائي من إيش؟ النقاط في هذا الخط المستقيم. هذا كلام موجود هنا، يسمى كوني سائر. توقع أنه ما أعرف ترجمته صراحة. نجي لي النقطة أو الحالة الثالثة، إذا كان عندي خطان مستقيمان، لاحظوا معايا الحالة الأولى خطان مستقيمان لكنهم متقاطعان، والحالة الثالثة خطان مستقيمان لكنهما متوازيان parallel. معنى parallel أنهما متوازيان، معنى أنهما متوازيان مستحيل أن يتقاطعان إلى أن تقوم الساعة، أوكي. إذن معنى آخر، هل في نقطة مشتركة بيناتهم؟ لا. بمعنى آخر، هل في نقطة تقاطع بيناتهم؟ لا. هذا الكلام اللي هنا، واضح؟ طيب واضح السلايد هذا؟ طيب لاحظوا معايا في 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 الجراف الأول هذا والجراف الثاني، أقل حاجة بيقول لك أقل حاجة في نقطة إيش؟ تقاطع واحدة. يعني هنا طبيعي نقطة واحدة. هنا المستقيم هذا ممكن هنا أخذ له نقطة، هنا نقطة، هنا نقطة، 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 أقل شيء نقطة وأنا ماشي. فإذا وجد نقطة كومن، نقطة سواء نقطة واحدة زي في 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 الشكل الأول، أو نقاط لا نهائية في الشكل الثاني، فعندئذ أنا أقول عن هذا النظام هو نظام consistent. احفظ المصطلحات، معنى consistent متسق،
اوكي. اذا في نقطه تقاطع، اذا كان عندي مستقيمان تقاطعوا وعندي مستقيم واحد، فهذان يسمان كونسيستنت متسق. اوكي واضح. اما في 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 الشكل الثالث، اذا كان عندي مستقيمين ولا يتقاطعان، ركزوا في اللي بقول، لا يتقاطعان، فهذا كتسمية يسمى inconsistent، غير متسق. غير متسق يعني ما في نقاط تقاطع. واضح إن شاء الله؟ طيب، تعريف النظام المتسق. متسق يقول لك المعادلات لها إيش؟ التي تحتوي على أقل حاجة حل واحد أو أقل. تعريف النظام الغير متسق هي لما ايش ما فيها ولا ما اقدر اجيب لها حل، لا يوجد حل لها، نو سوليوشن، ما في ايش، ما في تقاطع، مستقيمان متوازيان. حلو. طيب بما انه هذه معادله او هي معادله خطيه، يعني معادله خط مستقيم، صح؟ معادله خط مستقيم، وحنا أخذنا في تفاضل واحد معادلة الخط المستقيم لها صيغتين، صيغة تسمى السلوب انترسبت، صيغة الميل والمقطع، صيغة الميل والمقطع. أوكي، اللي هي يكون عندك الواي تساوي ام مضروبة في اكس بلس بي. هذه الصيغة تسمى صيغة الميل والمقطع، حيث أن الام هو السلوب الميل باللغة العربية الميل، والبي هذه هو ايش تقاطع الخط المستقيم مع محور واي. اوكي، هذه الصيغة حقتها الواي انترسبت، اضع الواي في الطرف ما في له اي عدد جنبه، ويساوي الام اكس زائد بي، دائما اللي مع الاكس هو ايش، هو الميل. اوكي، هنا زايده وناقص حسب ايش قيمه التقاطع على محور واي. اوكي، طيب تعالوا نرجع للثلاث رسمات اللي احنا شفناها. حلو، هنا بس بوضح لك. تعالوا مثلا في النظام الاول هذا، يجيك سؤال يقول لك اكتب لي المعادله او المعادلتين هذه او المعادلات اللي في النظام هذا على شكل صيغه الواي السلوب، تمام، سلوب انترسبت، صيغة الميل والمقطع. اوكي، طيب ف بكل بساطة، اوكي دقيقة بس، بكل بساطة يعني يعني اضع الواي في الطرف، انا اكتب على الشكل واي يساوي ام اكس بلس بي. حلو. طيب نجي هنا بالمعادله الاولى، هنا الواي اخليه في طرف، اودي الاكس هناك، اول شيء اكتب الاكس عشان ترتيبها يكون عندك اكس بعدين زائد بي، حيطلع عندك سالبا اكس ناقص 2. المعادله الثانيه خلي السالب 2 واي في الطرف يساوي، جيب الاكس اول شيء سالب، نودي الاكس للطرف الاخر يصير بالسالب، سالب اكس زائد 7. انتبه، لا احد يقول لي خلاص مصعب هذا الشكل هذا، تمام. الشكل الثاني لازم نخليها واي لحالها، فقسم على سالب 2، قسم على سالب 2، قسم على سالب 2، حتروح السالب 2 مع سالب 2، حيطلع عندك واي تساوي سالب 2 سالب 1 على 2، سوري، هنا حتروح السالب مع السالب، فيطلع عندك 1 على 2 اكس ناقص 7 على 2 زي ما مكتوب هنا. واضح ان شاء الله؟ توقع بسيطه. طيب تعالوا مثلا في المعادله في النظام الثاني، اكتب لي على صيغه الميل وايش الميل والمقطع، صيغه الميل والمقطع. نجي مثلا في المعادله الاولى، هنا المعادله الاولى جاهزه خلاص لانه واي تساوي، المعادله الثانيه قسم على 2، قسم على 2، قسم على 2، فعندك الواي تساوي 4 على 2 2 اكس زائدا 6 على 2 يساوي 3. حلو، شوف هنا بس ما بسطها. طيب تعالوا في ايش، في المعادله الثالثه
والنظام الثالث ها هنا لازم أودي يعني هنا لاحظوا واي تساوي أودي الإكسات هناك أخلي واي لحالة في اليسار ولما أودي الإكس هناك يفضل نخلي الإكس أول شيء في البداية مو جاب 3 إكس لما تروح للطرف اليمين تتغير إشارتها صير سالب 3 إكس زائد 2 خلاص بما أن الواي لحالة في طرف مظبوط أجي في المعادلة الثانية واي تساوي أودي 3 إكس هناك الطرف الآخر عندك سالبا 3 إكس زائدا 7 حلو بس هذه هي طيب هنا مش بيقول لك في 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 النظام في في النظام الاول هذا اوكي يقول لك ال عندك فقط حل واحد زي ما اتفقنا في الرسم